مشاهدينا الكرام، الأستاذ الدكتور عبد المنعم معوض، أستاذ الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، أحد أعضاء صحبة فنية جميلة اجتمعت في حب الفن وفي حب رفع درجة ثقافة وتنوير الشعب المصري في كل وقت وفي كل حين. لكن هذه الصحبة لها هدف معين في هذه نقول ايه القاعة والتجمع الجميل لمنتجات هذه الصحبة. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وجميع مشاهدين في مصر بخير ورمضان كريم. الله اكرم. لما بندخل المعرض، اي معرض فني، بيبقى فيه استشعار براحة، بجمال، بحب خير ناتج عن هذا الجمال. يتهيأ لي اجتماعكم في هذه الصحبة مش بعيد أبدا عن الأهداف دي. مفيش شك طبعا أن أنا سعيد الحظ أن أكون ضمن يعني هذه الصحبة اللي فيها تواصل أجيال، بداية من جيل أستاذنا وتاج راسنا دكتور عمر النجدي، وأستاذتنا وتاج راسنا برضو الدكتورة ناصح حمدي، والمرحوم دكتور إبراهيم زكي، وفي مجموعة كبيرة جدا يعني أنا بشكل يمكن الجيل اللي بعد كده، هم أساتذتنا وربونا وعلمونا، وكان نتاج هذا التعليم وهذه التربية إن إحنا الحمد لله يعني بدأنا إن إحنا نحط فعلا إيدينا على الطريق الصحيح بفضلهم وبإخلاصهم في طريقة تدريسهم والتلقين اللي هو كان بناخده منهم وإحنا طلبة صغيرين. فده شيء شرف كبير ليا، وأنا بأساهم بثلاث أعمال، ومن حسن الحظ إن هي أعمال إسلامية مواكبة للشهر الكريم شهر رمضان المعظم، فيعني ضربت عصفورين بحجر يعني. بما اننا بنرد الفضل لاصحابه، فحضرتك ايضا على درجه من الاستاذيه، ولك تلاميذك ومحبيك ومريديك في هذا الفن الجميل، واجتماعكم في هذه الصحبه هو اجتماع الاساتذه والمعلمين والراغبين في رفع ثقافة والرغبة في الارتقاء بكل ما بكل خوالج النفس لعند كل فرد. لو قلنا اجتمعنا هنا ازاي، وهل توحدنا تحت عنوان واحد ام كل بابداعاته وابتكاراته؟ هو شوف، انا هقول لحضرتك، انا هلخص مجموعه الجمل الجميله اللي حضرتك تفضلتي بيها، في نقول ايه، هو بيبقى كل شيء سلف ودين، فاحنا زي ما تربينا بنحاول ان احنا نحذو حذو اساتذتنا، فبرضه بنربي اولادنا وتلامذتنا على نفس الخط ونفس اللي احنا تعلمناه بالظبط. ان لم يكن يعني اذا ما كانش حتى في نفس المستوى، بنحاول ان احنا نجتهد ان يكون اعلى شويه، لان يعني كل فتره بيبقى ليها يعني الفتره السنيه الجميله اللي الواحد يعني احنا طبعا برضو الحمد لله بنتمتع بصحه جيده، هم ربنا يديهم الصحه والعمر، كبروا في السن، ولكن ما شاء الله يعني ربنا يعني طبعا كفاية ان احنا نكون يعني جنبهم وفي ظلهم، ده في حد ذاته يعني بيشبعنا بشكل كبير جدا. فاحنا بنحاول ان احنا يكون لينا تلامذتنا ولينا روادنا ولينا جمهورنا، وده شيء الحمد لله طيب. يعني لو اتكلمنا عن مشاركة حضرتك في هذه الصحبة والفكرة من اننا نشارك، كانت تحت عنوان اي العناوين بخلاف الصحبة؟
شوفي، يعني أنا من مواليد حي الخيامية، أو على وجه التحديد الدرب الأحمر، وزواق المسك ده اللي أنا اتولدت فيه ونشأت فيه، ده هو يعني بيتوسط شارع الخيامية بالظبط. شارع الخيامية ده مليء بصناع الخيامية الجميلة اللي هي يعني غزت العالم بشكل سياحي وبشكل حضاري. فهذه الصناعة الجميلة اللي أنا اتأثرت بيها دي طبقتها في بعض لوحاتي، إن لم يكن معظمها يعني، لأن هو ده التأثير اللي هو في المرحلة الإسلامية بتاعتي يعني. فالزركشة بتاعت الخيامية والزركشة اللي أنا كنت بشوفها في التطريز في شارع الغورية، والمناديل، منديل أبو قوية والطرح والحرير الهندي، و يعني الأقمشة القطنية والصوفية، كل أنواع الأقمشة بألوانها الزاهية واختلاف أنواعها، ده مفيش شك يعني أثر فيه تأثر مباشر. الى جانب بقى الاهم من ده كله، ان انا نشأتي اصلا دينيه، يعني الوالد رحمه الله عليه شيخ ازهري، والوالده ست طيبه جدا على يعني طبيعتها وسجيتها الجميله، واثرت في تربيتي جامد جدا. وطبعا ما ننساش بقى ان الحي طول ما انا خارج رايح جاي في شارع الخيامية والغورية والنحاسين والصاغة والجمالية لغاية باب الشعرية بقى، اللي هي بقى منطقة أستاذي بقى الدكتور عمر النجدي. فكنا حتى يعني كتير بنتجول مع بعض أنا وهو، وكان بيتنازل الحقيقة إن هو يعني لما بيجي وكالة الغوري في مرسمه هناك، وكنت بروح له على طول، انا لازق له كده كظله يعني، لان انا بعتز ان اكون يعني ابنه البكري يعني. فكنا رايحين جايين بقى، وكان يجي بشكل يعني متواضع جدا وانا طالب. شوفي استاذ كبير في حجم يعني الفنان العالمي عمر النجدي، ويجي لطالب لسه يعني في بداية مراحله السنية في الكلية، ده في حد ذاته يعني كان بيديني باور جامد جدا ان انا اكون في يوم من الايام حاجة. وخاصة ان يعني شرفت بتلقيبي من وانا في اعدادي في الكلية، يقولوا ايه عمر النجد الصغير، فده كان شيء بيفرحني قوي، وكان بيخليني ان انا يعني باستمرار احاول ان انا اشتغل علشان اكون عند حسن ظنه يعني، وظن اساتذتي الاخرين رحمه الله عليهم جميعا. وخاصه يعني اذكر يعني عبد العزيز بن فهيم، كان عميد العمداء في كليه الفنون التطبيقيه، وده الباشا بتاعنا يعني. ف يعني انا اتاثرت بيهم جميعا، وكل استاذ فيهم ترك عندي شيء في نفسي طبقته في حياتي لغاية لما بقيت قدام حضرتك دلوقتي يعني. فنان جميل، نعتز بمصريته وبحبه للفن وحبه لأساتذته وتلاميذه. اسمح لي فنانة الجميل عبد المنعم معوض، لو اتكلمنا عن الزخرفة الخاصة بالخيامية، خلينا نقول بمنتهى الصراحة إن كانت في وقت من الأوقات قاربت على الاندثار واختفت تماما من حياتنا اليومية كشعب مصري. كانت بترتبط باحتفالات سواء محزنة أو مفرحة للمصريين، وكان ليها نوع من السواد والانتشار لدى كل المصريين. بدأت تخرج عن حرفية العمل اليدوي وتظهر الطباعة، ثم اختفت تماما. ولكن هذا العام على الأخص بدأت تظهر بصورة كبيرة ومنتشرة في كل المحافل في مصر مع بداية شهر رمضان، بصورة الحقيقة مفرحة جدا. أنا ما أقولش لحضرتك مدى ابتهاج الشعب المصري بهذا الظهور. ما فيش بيت مصري إلا ما أخذ قطعة مزخرفة بطريقة الخيامية، سواء في أباجورة أو في ستارة أو في مفرش للسفرة، علشان يحتفل بشهر رمضان. وأظن الفانوس كان ليه يعني الصدارة. ده يا ترى بالنسبة لحضرتك كفنان يعتبر جانب إيجابي
بالرغم من عدم الدقة الفنية طبعا اللي بنشوفها في لوحات حضرتك لهذا الفن الجميل، إلا إنها إلى حد ما يعني صحت فينا الروح دي مرة تانية. شوف أنا أقول لحضرتك ببساطة شديدة جدا، لا يصح إلا الصحيح. فن الخامية فن يعني ليه شكله مميز، ويعني رغم أنف كل الحاقدين اللي بيحاولوا ان هم يشوهوا فنوننا التقليدية بما فيها فن الخامية، ولكن شوفي حضرتك قلتي ايه، قلتي ان هو بدأ ان يرجع ويرجع بقوة. انا يعني وربنا يكفينا من شر كلمة انا من الفنانين اللي هم عملوا فن الخامية، واحد احدى لوحاتي يعني لما نفذتها بشكل خامي واتعرضت ضمن اعمالي في ايطاليا واتعرض عليها مبلغ كويس ان هي تشترى، انا رفضت. ففوجئت ان بعد العرض ما خلص ان اللوحة او القطعة الخامية دي مش موجودة، فعرفت ان هي سرقت. لأن حاولوا مع حضرتك بالطيب، حضرتك ما رضيتش. واضح ان هي كان ليها يعني كانت حلو فعلا، حلو قوي. احنا نستردها ولا لا؟ يعني هي ضاعت يعني للاسف، وانا اكتشفت الموضوع ده بعد ما الاعمال اتشحنت وقعدت فتره طويله ورجعت مصر، فيعني كانت بدون هذه القطع يعني. فالحقيقة لازم يعني ترجع لهم تاني بس بقى بلوح تباع وبنفس هذا الفن. لا انا قررت فعلا ان انا اعمل على الاقل يعني 3-4 قطع من لوحاتي، لان ده فن معمر جدا، وده بيأكد يعني عارفة زي حضرتك الشغل الإسلاميات في المنابر أو في المساجد أو في حتى المشربيات اللي هي موجودة. شوفي يعني احنا بنعرف تاريخنا من خلال هذه الفنون التقليدية الجميلة، مش من خلال ان احنا نعمل شوية يعني خطوط وألوان وخلاص. لا، ده في عمق وفي ثقافة وفي حضارة وفي تاريخ، يعني في جذور للحقيقة يعني. وأنا يعني كنت محظوظ إن أنا فعلا أتربى في هذه الأماكن الأثرية الإسلامية الجميلة، وكان لي حظ أكبر إن أفتتح كتاب اسمه الفن الإسلامي المملوكي، كتاب عملته هناك في الجانب الإيطالي، المتحف الفنون الشرقيات في روما. وأنا كنت قدمت هذا الكتاب وافتتحته عندما كنت مستشارا ثقافيا في هذه الفترة في من 2001 إلى 2004. فكان لي الحظ برضو أن يعني الفن الإسلامي أنا متعلق بيه. مفيش فايدة منين ما أروح، يعني لازم يبقى في قلبي ووجداني يعني. اللوحات اللي انا بقدمها هي كلها ماشية في خط واحد اللي هي شغل الخامية، والزخرفة بتاعت الخامية ليها يعني نكهة خاصة وليها صفات بتتميز بيها، حتة النعومة وحتة السلاسة اللي هي بتبقى موجودة في الأقمشة أو أصائيس الأقمشة بحرفية عالية جدا. أنا حاولت أترجم ده ولكن بطريقة أخرى. يعني إيه هي الطريقة الأخرى؟ إن قطع القماش ما بيبقاش فيها حتة التدريج اللوني، ولكن هنا في تدريج اللوني. ليه؟ لأن في قطع القماش بيبقى العملية صعبة شوية في طريقة الأداء، ولكن في شغل الزيت أو الأكريليك بيبقى الفنان بيقدر يتحكم بالفرشة بتاعته إن يعمل تدريج لوني في المساحة، ولو كانت حتى هذه المساحة في أضيق السنتيمترات او المليمترات كمان.
هنا بستعرض الحقيقة يعني موضوع الأوب آرت أو فن خداع البصر اللي مش موجود في الفن الإسلامي بشكله التقليدي. يعني لما بنشوف هنا مكعب وبنحس إن جزء منه خارج بره من خلال أكن حتة ورقة، هذه الورقة أكنها اتفرتكت وخرج منها هذا المكعب، ده في حتة خداع البصر اللي هو دايما بجري حواليها. لو شفنا في العمل الثاني، احنا هنا شفنا مكعب وخارج بشكل في نوع من الخدعة البصرية، نفس الفكرة ان هنا الهرم كمجسم برضو في يعني اللي بيتلقى ويشوف هذا العمل بيحس ان الهرم خارج برضو من اللوحة نفسها. نفس الشيء بالنسبة للكرة، مش بنقول بقى دايرة لان الدايرة شكلها مسطح بتتحول في المجسم الى كرة، هذه الكرة برضو كأنها تخرج من جزء الورقة اللي هو كان في اللوحة الاولانية وبدأنا فيها الكلام. بيميز الثلاث أعمال حتة الزخرفة الموحدة اللي هي موجودة في الخامية واللي هي موجودة في المناديل والإشاربات اللي موجودة في الورية، ودي أنا خدت منها الفكرة واعتبرت لو أنا مسكت إشارب ورحت رميه بشكل عفوي على الأرض أو على الترابيزة هيحصل فيه عملية التكسيرات والتطبيقات وهيدينا أشكال مختلفة تماما عن شكله التقليدي اللي هو بنشوفه كزخرفة تقليدية هندسية فيها حرفة عالية جدا وفيها دقة عالية جدا وفيها رسوخ. هنا أنا حاولت أكسر ده بلغة العصر بقى، وإلى جانب التكنيك اللي أنا سلكته واللي ربنا حباني بيه برضو في عملية اللون، لأن اللون في البلتة اللونية يعني عند كل فنان ليه تميز في استعراضه لمجموعة الألوان اللي هو بيشتغل بيها. أنا الحقيقة بشتغل بكل الألوان وما بخافش أو ما بهابش اللون. اللون عندي بصراحته وبقوته ده بيعبر عن البيئة فعلا اللي أنا يعني نبت فيها وشفتها من خلال الألوان الصريحة اللي هي في الخامية واللي هي من خلال الأقمشة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم وشفنا وبنشوفها في الغرية لغاية دلوقتي موجودة. والحمد لله إن بدأ فن الخامية إن يطفو على السطح من جديد وبقوة، بل بالعكس ده كمان الفنانين التشكيليين في بعض الزملاء بدأوا ان هم يعني ياخدوا خطوات إيجابية وينفذوا أعمالهم التشكيلية ويحولوها إلى أعمال خيامية جميلة جدا ترقى بعرضها في أكبر متاحف العالم. مشاهدينا الكرام، أنغام على الأحجار مش بس معرض، أنغام على الأحجار عنوان كبير قوي بيضم تحتيه علاقات خاصة جدا ما بين إنسان وحجر، ما بين إنسان وخشب، لكن الناتج الأخير أنغام رومانسية حب كبير جدا. شايفين ناتجه على قطع في منتهى الدقة وفي منتهى الجمال، وده طبعا مش بعيد عن فناننا الكبير أستاذ الدكتور إبراهيم أحمد السيد أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك وأهلا بوسط البرنامج الجميلة وأهلا باللقاء الجميل الشيق اللي أنا كنت منتظره من قناة التعليم العالي ومرحبا بكم. أهلا بحضرتك يا دكتور، واسمح لي كل قطعة هي نغمة. يمكن الناس تفتكر نغمة يعني حاجة بسيطة، لكن دي كل قطعة جهد وإبداع وابتكار وتحدي
لمبادئ أساسية بيتعلمها الفنان في مصر. نقول إيه التحديات وإزاي خرجت هذه الإبداعات الجميلة؟ أولا التحديات جات لي بطريقة غير مباشرة، إن أغلبية الغرب أو الناس اللي خارج البلد اعتقدوا إن إحنا ما عندناش حضارة وابتدينا نندثر في فن النحت. فقلت لا، ان انا عايز ارجع قوه النحت وقوه الطراز المصري القديم وقوه الفن المصري القديم اللي العالم كله بيتعلم منه. فانا قمت هذا المعرض تحت اسم انغام على الاحجار. طبعا الفن المصري القديم بيمتاز طبعا النحت على الاحجار، اللي هي البازلت والجرانيت والديوريت والرخام اللي هو الطبيعي اللي هو بيتمثل فيه المرمر. فأنا رجعت هذه المسمية تحت عنوان أنغام على الأحجار، عملت منحوتات فيها تناغم وفيها حس إبداعي، فيها اتزان وإيقاع فني يتناسب مع روح العصر. تاني حاجة عايز أوري كمان النحت ده مش صعب، بوري الناس إن النحت على الرخام أو على الأحجار ليس صعبا، بقى اصبح دلوقتي ليه آلة مستخدمة بتديني البعد الجمالي والبعد البسيط في اي قطعة اللي هي موجود قدام حضرتك. تاني حاجة عايز اوري الجيل اللي طالع اللي هو بيبعد عن كلمة تخصص النحت، لا انا بقول له تعالى اعلمك قسم النحت ده بمنتهى السهولة، ان في الآلة والمعدة المناسبة لهذا الكيفية، وده بيدي اعطاء مؤشر جيد جدا لدى الطالب. طالما مارس هذه النوعية او مارس هذه الكيفية بيلاقي فعلا الموضوع سهل جدا. ده طبقته عندي في جامعة المنصورة في كلية التربية النوعية، اصبح مادة الحجر اللي هي سمة الطراز المصري القديم انها رجعتها كما وجدت من البداية، انها خامة لينة جدا مش صلبة على حد قول الاخرين. تاني حاجة قبل كل ده، اسمح لي دكتور، مع وجود سهولة آلات تيسر عملية النحت إلا أن الموهبة تظل لها دور كبير جدا في الفنان اللي بيتجه لمجال النحت. طبعا ده سؤال فعلا في محله، حتى ان انا عايز اوجه للطالب ان الكلام ده سهل وبسيط، ده حسب الخبره بتاعه الاستاذ نفسه اللي انا اكتسبتها من الخارج، لان انا طبعا حضرت درجه دكتوراه في اكاديميه فنون جميله في ايطاليا. هناك اتعلمت حاجه مهمه جدا انا افتقدتها هنا، اتعلمت ازاي افكر. معنى التفكير مش انا افكر ازاي اعمل نحت او اعمل كذا، لا، افكر اعمل شيء صح وفريد وانفرد بيه عن الاخرين. اولا هناك ما فيش كلمه صعب او مستحيل او ما ينفعش او ده ياخد وقت، لا، قصرت هذه القواعد وفكرت بمعنى كلمه فكر ان انا اطلع القطعه بمنتهى السهوله. الفكر في الخامه، الفكر في الاسلوب، الفكر في الاخراج، الفكر في عمل سمه تميز الفنان عن الاخرين، هو ده اللي انا وصلته للطالب، واصبح الشيء ده بقى بسيط جدا لدى الاخرين. تاني حاجة الزائر اللي جالي في المعرض هنا حس ان انا بعمل خامة لينة مش خامة صلبة، ده حسب الاحساس اللي انا اعطيته للمشاهد، وده كان طبعا صعب جدا. لغاية ما وصلت هذه الكافية حسيت ان انا فعلا قدمت شيء بسيط، وان شاء الله واللي جاي يكون افضل بان انا استخدم خامات معمرة، لان الفن ده طبعا عشان يعيش لازم اعمل خامة معمرة زي الاحجار والاخشاب، تقعد الاف السنين زي قدماء المصريين واجدادنا خلدوا هذه الاعمال في المتاحف وبعض الاماكن السياحية اللي موجودة فيها لغاية النهاردة كما لو كانت منحوتة من شهر. هو ده اللي انا بسعى له، بحيي التراث بتاعنا القديم، وتاني حاجة بوري الثقافة دي للغرب ونخلد لحضارة حديثة اساس وجودها هو فنانينا في هذه المرحلة بمشيئة الله. طبعا لان كل جيل ليه فكره، طبعا الفكر القديم غير الفكر الحديث. طبعا الفكر الحديث ده بيمتاز بالادوات والاسلوب اللي هو ايه السريع. انا بقول من هنا الفرق بين الطراز القديم والجديد اللي هو التواصل، وان انا اواصل بين القديم والجديد بفكر يتناسب العصر الحديث. اسمح لي دكتور ابراهيم، لو حبينا نتكلم عن معرض النهارده، حضرتك خصصت لكورنر معين النغم، شفناه مع بعض في قطعه جميله ودقيقه. ليه عنوينا المعرض كله باسم الانغام بالرغم ان فيه يعني نقدر نعتبر المعرض اقسام؟ تمام،
اولا كلمه نغم، طبعا كلمه نغم كلمه جميله فيها شجن وفيها دندنه، حتى الواحد لما يكون مبسوط من حاجه بيقعد يدندن مع نفسه. انا دندنت الخامه دي بكلمه التناغم، بحس ان انا بدي حاجه لها ايقاع نغمي جميل وجديد بالنسبه للمشاهد. تاني حاجه عملت حته الترابط الاسري، وده اهم حاجه كان يزعجني جدا الفتره اللي فاتت، ان كان في عنف وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فكرت في هذه المساله، لقيت السبب ده هو البعد عن الاسره. حبيت اعمل اعمال نحتيه تلم شمل الاسره في جسد واحد، ان انا اعمل الزوج والزوجه او الاب او الام والاولاد في جسد واحد. زمان وانا كنت فاكر كان والدي والدتي كانت مثلا نقعد على الطبليه بنتلم روح اسره جميله، كانت بتتناقش معايا انت كنت فين، كنت بتعمل ايه، كان في متابعه جيده وكان في مصداقيه. دلوقتي ما عادش في هذا الكلام، فانا حاولت ارجع ده حسب ان انا استاذ النحت، برجع ده في اعمالي النحتيه. يا جماعه عايزين نرجع لروح الاسره المصريه الجميله اللي هي فيها دايما متابعه وفيها اظهار الحقائق بيننا وبين بعض. ده مش هولد لا عنف ولا اي شيء سيء اللي احنا عايشينه اللي كنا عايشينه في الفتره السابقه. فاعمالي بحاول ان انا الم شمل الاسره في نغم رومانسي جميل. اسمح لي دكتور ابراهيم، من مشاهدتنا للاعمال الخاصه بالنحت على الحجر، الحقيقه انا وجدت يعني دقه وجمال. وخليني أكد على الدقة، لأن احنا متعودين ان احنا بنشوف بالنسبة للحجر كتل حجرية بيتم التعامل مع جزء او سطح من أسطحها، انما لما يكون التعامل مع قطعة الحجر من كافة الأوجه وجميع الأجزاء في دقة متناهية وبمنتج أخير رائع، ده الجديد بالنسبة لي. كما ذكرت حضرتك من البداية، فيش حاجة اسمها مستحيل أو صعب أو كذا. حضرتك أشرت سؤال مهم جدا، لازم أتحدى نفسي أولا وأتحدى تحدي بيني وبين الخامة. لازم أبرز قوتي في النحت في القطع اللي قدامي، أبرز التفاصيل وأعمل اللي هي الحاجات الأساسية الخاصة بالنحت، اللي هو الاتزان، الإيقاع، التناغم، الملامس. حاولت أبرز جمال التفاصيل اللي موجودة على وجه الإنسان، ده نوع من التحدي. تاني حاجة بدي رسالة للآخرين برضك المهتمين بالفن التشكيلي وصفة خاصة قسم النحت، إن أنا بوريهم الحاجة دي مش صعبة، لازم أكون ملم بهذه الأشياء وأعمل عمل جيد. طب طالما أنا أكاديمي وأستاذ، لو ما عملتش ده مين هيعمل ده؟ فلازم يكون في نوع من التحدي بيني وبين نفسي اولا، وده بديلي الطالب عندي ان الحاجه دي سهله بشكل جيد. لازم يكون في اصرار وجد في العمل، بحس ان انا بوصل لنتيجه افضل لغايه ما اوري للاخرين افضل صوره في هذه القطعه اللي موجوده قدامكم. الفنان الكبير الجميل الاستاذ الدكتور ابراهيم احمد السيد، احنا بنحيي حضرتك وبنبارك لك على هذا المعرض، واسمح لنا يكون لنا جولة نستعرض فيها هذا الجمال لمشاهدينا ان شاء الله. اولا انا متشكر لكم، طبعا انتوا الناس جميله جدا، اولا اهتميتوا وتوري الناس، انا ما اقدرش اوري الناس اللي انتوا بتعملوه، بالعكس ده الشكر لكم والفضل لكم، وان انا طبعا يعني قمه الذوق ان انتوا جيتوا هنا واهتميتوا وبتشاركوني ان انا عايز اوري اللي هو المتخصص والغير متخصص ايه هو الفن. الفن ده لغه جميله جدا، كلنا بنتحد على كلمة الله، دي حاجة جميلة جدا. هو ده اللي أنا عايز أوريه للناس، إن كل واحد يبتسم ابتسامة من قلبه، لأن إحنا افتقدنا هذه الابتسامة. مش مجرد إن أنا أشوف حاجة عادية، لا، عايز أشوف حاجة قيمة فنية وأبتسم وأقول الله طالعة من قلبي لهذه الأعمال. وأرجو يكون إن أنا قدمت حتى لو شيء بسيط للمشاهدين وحضراتكم، وبرضك السبب اللي أنت وراء هذه المجهود والنجاح دوت، وهذا شيء جميل جدا، لأن العمل الناجح لازم يتكاتف فيه الجميع، سواء المعد، المصور، المخرج، المونتاج، الفنان، كلنا منظومه واحده بنتصب لليمين لمصلحه المشاهد، وهو ده الاساسي. واحنا لازم نتعب للناس دي عشان نقدم لهم ابتسامه اللي احنا افتقدناها فتره كبيره.
مشاهدينا الكرام، وما زلنا مع صحبة فنية جميلة، ولقائنا الآن مع الأستاذة آية إبراهيم جليلة، الباحثة في مرحلة الماجستير في مجال النحت. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟ الحقيقة المعارض الفنية هي صحبة بتجمع عدد كبير من فنانين في مجالات مختلفة، وبما أننا بنتكلم عن النحت فوجودك في هذا المعرض بالذات له أسباب كثيرة. الأول طبعا زي ما حضرتك ذكرتي في الأول، المعارض الفنية دي زي إلقاء الضوء على فكرة فنان أو أسلوبه في مجال الفن التشكيلي. بالنسبة للنحت أنا بحب أحضر يعني أو أحب أزور المعارض اللي بتحتوي على فكرة وأسلوب خاص، بحيث أن أنا أشوف رؤية معينة تديني تغذية بصرية تفيدني في المجال بتاعي. أنت باحثة في مجال الماجستير. أيوه. واختيارك لفن النحت أكيد له سبب. والله مجال النحت شوية الست أو البنت أو عنصر النسائي بعيدا تماما عن مجال النحت، لأن هو مادة صعبة، بتشتغلي بأزميل، بتشتغلي بدفر، بتشتغلي بتقنيات، أشتغل بتقنيات مختلفة، فلقيت أن المجال بعيد تماما عن العنصر النسائي، فلذلك أنا اتجهت ليه، حبيت أشوف فيه أكتر ويكون لي بصمة فيه إن شاء الله. لو كلمنا عن معرض النهاردة، وهو الأستاذ إبراهيم أحمد السيد فنان ونحات، ويتهيألي في اتصال مباشر ما بينك وما بينه في رسالتك للماجستير، رأيك في هذا المعرض وتعلمتي منه إيه؟ أولا دكتور إبراهيم أحمد السيد هو قبل أي شيء هو كان أستاذي في الجامعة، أنا من طلبة بتوعه ومن الاستاف اللي معاه في التدريس، وهو المشرف على رسالة الماجستير بتاعتي. دكتور إبراهيم أحمد من النحاتين اللي ليهم بصمة في مجالنا هنا، سواء بره في إيطاليا أو هنا في مصر، معروف بأسلوبه المميز وأسلوبه الخاص جدا والرقي في النحت. ما انت حضرتك عارفه ان النحت عندنا في مصر كان شويه اتجه التماثيل او حاجه او كده، لا هو حب يغير الفكره تماما، اتجه للرومانسيات والاسره، في بعض اعمال موجوده للاسره كامله، ست وراجل اطفال، ف في برضك الأسلوب الثاني الفن الشعبي اللي هو تجميع بقايا الأخشاب واستخدامهم والحرف النادرة اللي ما بقتش موجودة زي بتاع الجزم أو بائع الأسوس، بائع البطاطا، الحاجات دي أساسها من عندنا من مصر واستخدمنا فيها بعض الأخشاب، بقايا الأخشاب. جميل. اتجاهك في النحت إيه، المواد الخام اللي بتفضلي التعامل معها؟ انا في رساله الماجستير بتاعتي اتجهت لتوظيف النحت في المنزل المعاصر، يعني دي اعمار داخليه او ديكور داخلي، لان انا حسيت ان ليه ما استفادش من النحت ان انا كبيتي ابدا اجمل فيه، اعمل فيه كده، بس تطورت من اصغر حاجه لاكبر حاجه، يعني مثلا هنا في تنوع، يعني انت بتتعرضي لاشكال مختلفه داخل الانتيرير ديزايننج، فده في صعوبه كبيره. ما هو انا الاتجاه بتاعي انا قلت اشوف اكتر حاجه، الفكره جات لي ان انا بدخل البيت انا بشوف من اصغر حاجه لاكبر حاجه، من اول الطفايه اللي محطوطه على الترابيزه لحد الاسقف المعلقه والعواميد والحاجات دي. الاتجاه كان تطبيقي. ايوه، فانا حبيت ان انا اخلي النحت حاجه الناس تستفيد منها بعد كده، والمجال يتوسع اكتر ويدخل فيه، يعني نحب فيه الناس اكتر. شوقتينا نشوف ناتج هذه الرسالة بمشيئة الله، ونشوف اعمال فنية حقيقية فيها جانب تطبيقي تقرب الناس من فن النحت اكتر واكتر. اشكرك. مشاهدينا الكرام، ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الفنانة التشكيلية دكتور رباب الشرنوبي، الباحثة في مرحلة الدكتوراه في مجال الأشغال الفنية والشعبية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتونا. الفنان بيتجه دايما لمنبع الفنون، ومش شرط عشان تخصص حضرتك في مجال الأشغال الفنية ده يبعدك عن
متابعة كل ما هو جديد في كل التخصصات، بدليل ان احنا قابلنا حضرتك هنا في متحف او المعرض الخاص بالاستاذ الدكتور ابراهيم سيد، وهو مجال نحت. اكيد انا تخصصي الاشغال الفنية والشعبية قسم معادن، بس انا كهواية انا بحب مجال النحت جدا. تعلق الشخص بدكتور ابراهيم كأب وكأب روحي وكقدوة اكثر تعلقا بالنحت كمان. حب الاساتذتي، اساتذه النحت في كليه التربيه النوعيه جامعه المنصوره، والمهاره العاليه اللي انا بلاقيها هناك، والاهتمام الشخصي كاب لبنته هناك، كلهم حببني اكتر في مجال النحت. ده طبعا ما منعنيش ان انا رغم ان انا في الاشغال الفنيه والشعبيه ان انا احب النحت. بالعكس انا شغلي الخاص والمعارض اللي انا بشترك فيها معارض نحت. الحاجه الثانيه انا بحب جدا معارض النحت، وخاصه معارض الخاصه باساتذتي قوي، تجليلا لهم واحتراما لهم. بحب استفادة منهم، خاصة دكتور إبراهيم أحمد. كل معرض له فكرة جديدة، له مبدأ جديد، له خامة جديدة، له مفاجأة جديدة. أنا عن نفسي كتلميذة له أنا بستنى المعرض بتاعه عشان أستنى المفاجأة بتاعته الجديدة. يقال إن الدراسة الأكاديمية في مراحل العليا زي الماجستير والدكتوراه ممكن تكبل أو تحد من إبداعات الفنان في الفترة المبكرة من حياته اللي بيبقى مليء بالرغبة في إنه يخرج كل اللي جواه. رأيك في الكلام ده؟ إطلاقاً إطلاقاً، حياة الفنان ما بتنفصلش، ما بتنفصلش لا أكاديمية ولا فنية، هي مرتبطة كلها ببعضها. أنا من خلال دراستي الأكاديمية بستفيد من معلومات، من خلال دراستي الفنية بستفيد من أساتذتي، بستفيد من الدراسة نفسها، بستفيد من الاحتكاك في المعارض بالخبرات، إن أنا أشوف عند حضرتك فكرة وأنا عندي فكرة. أكيد لا، ده ملهاش دعوة بدي خالص، لا بالعكس. إيه أكتر القطعة اللي أثارت اهتمامك وعجبتك أكتر في معرض النحت؟ هي في قطعة هناك اللي هي خاصة بالترابط الأسري، دي عجباني جدا. مش غريبة، أنا هسأل دكتور إبراهيم على الموضوع ده، أنا بتعامل مع حجر وخشب ومادة صماء وبتعامل بمنتهى الرومانسية، يعني الناتج الأخير هو رومانسي بحت. أنا أقول لحضرتك حاجة، أهم حاجة في الفنان إن يبقى في فرق ما بين فنان وما بين حرفي. الفنان إنه يقدر يستخدم أي حاجة ويطوعها هو بإمكانياته الخاصة أو بمهارته الخاصة، إنه يطلع منها أسمن ما عنده ويطلع الفكرة اللي هو عايزها. بالعكس ده الخشب أسمن خامة تطلعي منها أي حاجة، والحجر بس حجر عايز مهارة يدوية شوية، عايز قوة، عايز دقة في العمل، لأن الغلطة في الحجر أكيد، إنما في الخشب، الخشب ده حاجة غنية جدا 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 جميلة. قطعت كلامك عن القطعة اللي عجبتك. قطعة الأمومة والترابط، دي قطعة دكتور إبراهيم استخدم فيها خشب السرسوع. طبعا هو بس خشب السرسوع له ميزة إنه هو له ثمرة جيدة، له ألوان مميزة. خلال الثمره دي تقدري تميزي ما بين انت عايزه تطلعي منها ايه، هي بتساعدك الثمره نفسها والوان الخامه بتساعدك على انك تطلعي اللي انت عايزاه. القطعه دي عباره عن ان وجه الام ووجه البنت الاثنين مقابلين لبعض، وبيربطهم من ورا الشعر الخاص بيهم هما الاثنين، هي دي العلاقه الترابطيه ما بينهم. في تجويف ما بين الوجوه وما بين الشعر، دي طبعا عايزه مهاره عاليه جدا. انا نفسي لسه سأله دكتور ابراهيم النهارده الصبح بقول له ازاي اجوف القطعه دي، وشرحها لي النهاردة الصبح، لأن رغم أنها بشتغل في النحت بقالي كتير بس أول مرة أعرف إزاي أجوف الحتة دي. دي طبعا عايزة مهارة يعني. أتمنى لي كل توفيق في مجال الدراسة الأكاديمية، وإننا نشوف معارض قريبة ليكي بمشيئة الله. مرسي، ربنا يخليكي، نورتونا. أنا بشكرك، مرسي قوي. مشاهدينا الكرام، وما زلنا مع صحبة فنية متعددة الاتجاهات ومتنوعة في جمالها وابتكارها وإبداعاتها، في من داخل معرض الأستاذ الدكتور إبراهيم السيد. يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء. أتعرف عليكي؟ أميرة سعيد العيسوي، باحثة الدكتوراه كلية التربية النوعية جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. المعارض بتبقى يعني فرصة كبيرة إن احنا نتعرف ونتعلم وتتنوع رؤانا. رأيك في معرض النهاردة والمشاركة جميلة بحضورك؟ بصراحة المعرض دكتور إبراهيم أحمد بيتميز دائما بأن هو أكثر من رائع، يعني دائما كل معرض دكتور إبراهيم بيبقى أحسن من المعرض اللي قبله، بجانب أن دكتور إبراهيم طبعا المشرف عليا في الدكتوراه هو كان أستاذي من أيام ما أنا كنت في الكلية،
وبصراحة أنا اتعلمت منه كتير جدا. هو أصلا قبل ما يكون دكتور هو إنسان بيحس إزاي يعني يتعامل مع الطلبة بتاعته، بيتعامل كويس مع الخامة. زي ما شفنا هنا في المعرض، المعرض هنا تناول مجموعة من الخامات، تناول الخشب بجميع أنواعه وأشكاله المختلفة، وتناول الأحجار، وتناول برضك أخشاب متنوعة. زي ما احنا شايفين الأخشاب تناولت العلاقة بين الأم وأبنائها في انسيابية طبعا زي ما احنا شايفين في قدامنا طبعا، وتناول الأحجار وتعامل معها بسلاسة جدا زي ما احنا شايفين في رومانسية بين الأشكال. طبعا دكتور إبراهيم أحمد من الفنانين المعروفين جدا في مصر، ومن يعني من بمعارضه المتميزة كفنانة في مجال النحت. النحت مهمة شاقة جدا، ولكن بتخرج كل جميل. بتبقى مشكلة بالنسبة للفنان انه يخرج كل اللي جواه في قطعة منحوتة بكافة بقى اشكالها وبكافة موادها الخام المختلفة. كفنانة ونحاتة، ايه اكتر الخامات اللي بتحبي تشتغلي فيها وبتحسي انها تخرج كل طاقتك فيها؟ الخشب والحجر، بحس ان انا بعرف احس يعني بحس بالخامه قبل ما اشتغل بيها. ادام انا حاسه بالخامه بعرف اتعامل معاها، يعني الفنان ما بيحس بالخامه وانسيابتها معاه يقدر يشكل بيها الحاجه اللي هو عايزها مهما كانت. يعني الحجر على الرغم ان هو خامه صعبه التعامل بيها، بس الفنان ما بيحس يعني بيحس بيها بيقدر يشكل. زي ما احنا شايفين في اعمال دكتور ابراهيم احمد كلها انسيابيه وكلها رومانسيه. واحنا متعودين ان الشغل على الحجر الى حد ما بيبقى احجام كبيرة، لكن في معرض النهاردة احنا شايفين نماذج صغيرة جدا من الشغل على الحجر، وده بيأكد على مقدرة ويعني ما شاء الله خبرة دكتور ابراهيم في اداؤه بالنسبة للحجر. دكتور ابراهيم احمد اصلا بيتقن التفاصيل جدا، يعني هو بيهتم بالتفاصيل نيابه عن اي حاجه تانية. مش مشكله ان هو يعمل قطع منحوته ما فيهاش اي تفاصيل، لا هو بيهتم بالتفاصيل جدا. عشان كده حضرتك لو بصيتي لكل منحوتاته هتلاقي ان هي بتتمثل بالدقه والتميز. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا من الجامعة وصحبة فنية جميلة تعلمنا فيها معاني الجمال والخير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.